انت زعمت زعما والناس كلها شافت زعمك وانت تكلمت ان انا اتكلمت على شيخ رسلان، فانت حضرتك تاتيني الان بما زعمت، وانا باذن الله يعني كما قلت لك ساذهب لمكان الشيخ واقول له انا استطلت وتجاوزت، انا اقتص مني امامك فقط بس، وخلي البقره اللي معاك دي على جنب، خلي البقره على جنب فاهمني، وهات ما عندك الان ونحن معك، ان لم تاتي بها تبقى كذاب افات اثيم وتسكت افضل عشان الامر ما يكونش شديد عليك. اتفضل يا شيخ، بين لي انك مش كذاب واتيني بالمقطع الذي تكلمت فيه على الشيخ او الكلام اللي كتبته على الشيخ عشان اقول انك حقا مش كذاب. انت قلت لو نادى منادي مساء ان الكذب حلال ما كذب. ماشي يا شعبه يا امير المؤمنين، الان انا منتظر بقى حضرتك عشان انا اقول حقا انك لست كذابا، ياتيني بالمقطع اللي اتكلمت فيه على الشيخ او المقال اللي اتكلمت فيه على الشيخ، بس ما اريد منك الا ذلك. تفضل عشان انا اعرف قدري وكيف اكون قد فعلت ذلك واحاكم للشرع في هذا الباب. انا انتظر بقى من حضرتك يا صادق يا صدوق. جزاك الله خير. شوف الاخ ايش يقول، وانا صدقت ان هو صادق، بيقول لي امهلني حتى ناتي. لا لازم اجيبها، مش هشاور امها، استنى بس. امهلني حتى ناتي به. اشد الناس خصومه لشيخ الرسلان معروفين منهم لماذا؟ واحد تلو الاخر سنجد كتابتك ونرسلها لك. سنجد يعني لسه، يعني هو عمل ايه بقى هذا المحترم الدين؟ افترض فيه سوء الظن وان انا تكلمت عن الشيخ الرسلان وكتبت عليه او في مقطع شمت فيه، هو بقى هيبحث يموت يبحث ويجيب نحله لغايه ما يجد ذلك ويرسله لي. طيب انا ساصدقك واتركك تبحث كيفما شئت دون خرط القتال، لكن اقول لك طب ليه ما تسرعت وقلت انت عملت كذا وقلت كذا في الشيخ الرسلان؟ اليس هذا كذب منك يا ابني يا حبيبي يا طيب يا طالب العلم؟ مش ده كذب منك يا بابا؟ اسال بقى كل الجلوس هنا ينظرون، هل ده كذب منك ولا لا؟ انت ادعيت علي ادعاء وانا قلت لك هات البينه وانت مش عارف تجيب البينه، فانت عند الناس كذاب الان، وانا لا اربع بك ان تكون كذاب. يا رب يا اخي تكون صادق، يا رب تكون صادق ان شاء الله وتاتي به، بس الحمد لله انا عمري ما افعل ذلك، ما ارتضيها، ما ارتضي السب ولا التنزل في العلماء. ان تكلمت اجمالا في اي احد او اي طريقه او اي فكر، انا بتكلم على ما يكون القواعد والتاسيس العلمي في هذا الباب، وانا ما زلت انتظرك تاتي به. ان تقول اتهام الناس بانهم منهجهم استخباري وغير ذلك، انا لا اتهم احدا في هذا الباب ولا اريد ان اتهم احدا بهذا الباب، لاني لو اتهمت احد اكون متهما وان لم يكن عندي، لكن انا ساقول المنهج الصحيح هو المنهج السلفي، فمن حاد عنه فإنه يكون قد أتى بدعة، فلابد أن يتعلم المنهج السلف الصحيح ويسير على نهج الأولين، على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعي التابعين قرون الخيرية الثلاثة الأولى، ومن حاد عنهم أقول قد 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 جانبه الصواب فليتعلم، وإن كان مبتدعا أو رأس في البدعة بدعت فعله وأقمت عليه الحجة وأزلت الشبهة، وإن كان رأسا في البدعة بدعته هو نفسه في هذا الباب ليحذر الناس من بدعته من أجل أن تبقى العقيدة بيضاء نقية يكون بها النجاة. محمد اسمه الأسود وكل لا واحد له حظ ونصيب من اسمه، العدو والحوين المخالفين ما نجلسون جماعة، وأنت لم ترد عليهم لماذا؟ طب أول حاجة خلينا نتكلم نجيب الأمر من آخره أفضل. لا لا ماشي، تجيب الأمر من آخره. كلموني على المظاهرات وقلت أخطأ المشايخ والتسجيل موجود، وقلت أخطأ المشايخ وأنا خطأتهم علنا وخطأتهم سرا ونصحت سرا في هذا الباب، ايه بقى اللي عندك وجدت انه في مخالف للمنهج غير هذه الجزئيه وهتهالي ان انا ما ردتش عليها؟ بس انا معك ايضا. خلينا شيخ بس قصدي اسمع اسمع، ده اثبات مش عشان حاجه، هو ربنا جابهم عشان يوقعهم عشان يظهر هم عايزين ايه، عشان ده المبتغى منهم ايه فاهم؟ فانا معاهم، هم جمل واحد تعبوا فيه شويه تعبانين هيموتوا، فانا معكم بقى الان. انا لا اغضب، ده كلامي هكذا، انا لا اغضب، انا فضل في علاء يعني معكم في هذا الباب، وبينت انا بينت حتى لما سالتموني طب هم قالوا في المظاهرة، قلت هم ما نزلوش واللي نزل منهم مخطئ واخطئ اي احد يتكلم فيه، وقلت خطا، بص بقى خطا في الخروج على المبارك، خطا في الخروج على 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 مرسي، خطا في الخروج على 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 ولي الامر، ده مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لمنهج الصحابه الكرام،
وما زلت أقول بذلك وما زلت أقول بالسمع والطاعة لولاة الأمور والالتفاف حولهم وتعضيدهم ونصرتهم والدعاء لهم. هذا قولي. فالآن أنا أقمت عليكم الحجج. الآن ائتون بما عندكم رضي الله عنكم، وإلا أنتم كذبة لكم مآرب أخرى. أنا الآن معكم، وأنا اسمعوا أقول شيء واحد تاني كمان علنا، وربي لو أتيتم بذلك عني لا أظهرها علنا أنني أسأت وتجاوزت واستطلت وأعتذر وأذهب لهم في أماكنهم أعتذر لهم. كده انتهى الموضوع. فما عندك هاتوا بقى في هذا الباب. الشيخ محمد يقول يعقوب قالها علينا في غير محلها. قال إيش؟ أنا ما أعرف ماذا قال الشيخ محمد حسين أخوه. تلزمني بأقوال لا أعرفها، وبعدين لما تسألني أنا ليه ما تسألني أنا عنه؟ ما تروح تسأله هو، ما تروح تسأله هو، أنت تسألني أنا؟ هو أنا الذي قلت ذلك أم لا؟ يعني أنا بستغرب لك جدا، لما لم تسأله هو في هذا الباب مع أني لم أسمعه؟ أنا لم أسمعه أصلا. أيضا أنا مشغول في الدروس ولم أسمع شيئا من هذه الأمور، ومع ذلك أقول لك المفروض السؤال موجه له. وأيضا قبلها، قبل أن تسأله ثبت العرش ثم انقش، عشان تكون أمين، تكون تقي حقا دين، فثبت العرش ثم انقش. أنا بقول لك لم أسمع وأقول لك ثبت العرش ثم انقش. قلت لك رجل أخبروني أنه قال أنا رجل أهيج مشاعر الناس على الصلاة على النبي والصلاة، وهذا حقا الذي كان يفعله الشيخ، وكثير من الناس ما كانوش بيصلوا سمعوا شريط الصلاة صلوا. هل هذه تقية منه ولا إيش بالضبط؟ فأتيني بما ذلك، أعتذر عن إيش؟ قلت لك أذهب اسأله في هذا الباب وثبت العرش أولا عشان تكون منصف دين. هل أثبت أنه هو قال ذلك تقية؟ يعني مثلا لو قال أنا دي اللي أحكولي عنها أنه هو قال أنا رجل بدل الناس على الصلاة على النبي فقط أو على الصلاة فقط، هل دي تقية منه ولا ده حاله حقا مثلا؟ فأنت قل لي لا في مقطع قال كذا وكانت تقية. هات يا عم شيخ، هات من ذلك ثبت العرش وانقش، وبعدين ارجع له. لما لا ترجع له حتى يبين فضيلة الشيخ، يبين ما عنده إذا كنت أنت ترى مأخذا منهجيا في هذا. إن قال الشيخ أبو إسحاق ليس في سلطان شرعي اليوم قوله خطأ. أنا ما أعرف أن الشيخ أبو إسحاق يقول بهذا الكلام، ما أعرف، أنفي أن يكون الشيخ قال بذلك. وإن قال فقول الشيخ خطأ، ولا يخلو زمان ولا يشغر الزمان من ولي أمر، لا يشغر الزمان من ولي أمر. لو الشيخ قال بذلك يكون الشيخ قد أخطأ، يراجع ويقال له لا يخلو الزمان من ولي أمر، إلا إذا كان في آخر الزمان عندما تتلهم الفتن وتقوم الساعة، عندما قال إذا لم أجد لهم أمينا ولا جماعة قال فعد على أصل شجرة. لكن ما من زمان يخلو من ولي أمر، ويجب على الرعية السمع والطاعة له والالتفاف حوله وتعضيده والدعاء له. وإن أخطأ وعصى الله أن ينصحوه سرا، وإن شاع في عصره المعاصي أو التعديات الشرعية، الذي ينكر عموما لا ينكر عليه هو، يقول الزنا حرام، شرب الخمر حرام، الغيبة حرام، النميمة حرام، الكلام على الآخرين أو التجسس عليهم حرام، يقول ذلك عموما لا يتكلم خصوصا. هذه من منهج أهل السنة وجماعة، منهج السلف. قد أجبناك، إن كنت منصفا دينا حقا ستكون على ما يظن بك، وإن كنت متلاعبا تفعل ذلك لشيء وتريد قد أجبناك أيضا، وحسابك على ربك. واعلم أن الله هو أعلم بالخفايا، هو رب البرايا ويعطي عليها. الشيخ رسلان حفظه الله عندما تكلم عن مرسي، هل أصاب أم لا؟ هل تصدقني من غير قسم أم أقسم لك يا أبا معاوية؟ تصدقني من غير قسم أم أقسم لك؟ أجبني عشان أجيبك. أقسم بالله ما أعلم ما قاله الشيخ رسلان، ما أعلم ماذا قال، لكن لو سألتني أنا عن ديانتي أنا أقول مرسي كان وليا للأمر، يجب بالسمع والطاعة له وحرمة الخروج عليه. حصل أنه بعد ذلك ما حدث وكان الآن لنا ولي أمر نلتف حوله وندعو له ونعضده، لأننا نسمع وطيع لكل ولي أمر على الولاية، سواء كان بالتغلب سواء كان، لأن أصلا أنا عندي هذه مسألة شرعية مش غرشية، هذا كلام باطل أصلا وضعيف جدا ولا يفهم، لا ليس فيه فقه، لكنه كان وليا للأمر وجب السمع والطاعة، طالما على الناس فهو ولي أمر يسمع له ويطاع. والآن كما قلت أنا ما أعلم ماذا قال الشيخ رسلان، ولو الشيخ رسلان قال أنه ليس ولي أمر أنا أخطئه في ذلك لو قال ذلك، لأنه على المسلمين واستقر الأمر حتى لو يوم واحد،
والجميع كله قال بأنه الآن هو ولي الأمر ودانت له الدنيا، فهل هو قال أنه مش ولي أمر؟ لو قال بذلك أنا أخطئه علنا وأربى بمثل الشيخ أنه يقول بذلك، لأن الشيخ أصلا يعني يقول أنه يجلي منهج أهل السنة والجماعة. الآن أنا أسألك أجدني، هل الشيخ قال أنه مش ولي أمر؟ هل الشيخ قال بذلك؟ أبو معاوية يقول قال ولي أمر. طب خلاص ممتاز، خلاص. وهذا الذي أعرفه عن الشيخ، إن الشيخ لا يحيد عن منهج السلف. أنا أعرف أنه لا يحيد عن منهج السلف، فلو لو حاد على منهج السلف لابد أن يرد وينصح ويقال له يا شيخنا أنت رجل بتحاول تجلي منهج السلف فكن على الجد. بس أهل السنة يقولون بالتقية، أعوذ بالله، أهل السنة لا يقولون بالتقية إلا ما قال الله رب البرية في كتابه، إلا أن تتقوا منهم تقى. الروافض هم أصحاب التقية أخي الكريم، الروافض هم أصحاب التقية، بنوا دينهم على الكذب والنفاق، والتقية بضاعة المنافقين. لكن كما قلت أهل السنة يستعملونها فيما أمرهم الله في كتابه، إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه. أهو الأستاذ صلى على النبي اللي هو قال لي أنا بحبك الفقير بحبك حضرتك، هل ممكن في يوم تترك الفكر الوهابي؟ نعم والله أنا أصلا مش وهابي، لكن أنا سأقول لك لو الوهابية تخالف سيد البشرية أقسم بالله أطلقها ثلاثا وأظهر للناس عورها. أنا لا يحكمني إلا الكتاب والسنة أيها الفاضل الكريم صلوا على النبي. في الأشعرة يبقى أنت رجل لا تعرفني، إذا أنت رجل لا تعرفني ودخلت علي بهذا فأنا أعتذر لك أنك لا تعرفني جيدا. قولي في الأشعرة، الأشعرة فرقة ضالة من الفرق الضالة المبتدعة، وأنا جعل لها يوم الاثنين كله كامل أبين فيها أصول السلف وأبدع فيها الأشعرة. هذا قولي فيه. أنت أصلا رجل لا تعرفني يا أخي، طب اتق الله وادخل بقى أعرف جيدا وشوف الدروس وتفهم ذلك وتعرف. قلت لك أنا ما في فرقة من فرق أهل بدع إلا وقد يعني ولله الحمد والمنة أصلت أصولا في الدروس، الأصول الفارقة بين أهل السنة والفرق المارقة. أتيت بالأصول الفارقة بين أهل السنة والروافض، الأصول الفارقة بين أهل السنة والخوارج، الأصول الفارقة بين أهل السنة والجهمية والمعتزلة، الأصول الفارقة بين أهل السنة والأشاعرة، الأصول الفارقة بين أهل السنة والمطوحة. ادخل بقى عشان تتعلم وده يفيدك. قلت ورأيت لك، طب يعني سبحان الله، لكن تتمة السؤال بيقول ايش ما حكم مزني على الأشعرة؟ بأي وجه، بأي وجه، من أي وجه أثنى على الأشعرة؟ بأي وجه؟ يعني صلاح الدين الأيوبي لما نثني عليه ونقول وصلاح الدين الأيوبي له منة على المصريين بأنه قضى على العبيديين، أو ثناء عليه الآن، مش ده ثناء؟ هو مش أشعري؟ صلاح الدين الأيوبي أشعري، وأيضا الثناء عليه أنه فتح بيت المقدس، مش ده ثناء عليه؟ يبقى إذا كنت حقا عندك إتقان في العلم كان لابد تقول أي ثناء، من أي وجه تقول بذلك؟ الثناء عليه على أنه على أنه على أنه انحرف عن منهج السلف، وعلى أنه حرف عقيدة الصحابة في الأسماء والصفات وفي القدر وفي الإيمان، فيبقى الثناء عليه بذلك. هذا الوجه من أثنى عليه كان 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 أولا كان عالما، كان مخطئا يعلم، وإلا كان ضالا، لأن هذه فيها ضلال. وإن أثنى عليه على أنه صنع للإسلام خيرا، دعا النصارى للإسلام فأدخلهم الإسلام، أيضا نظر مبتدعا ضالا رافضيا فقسمه، يصنع عليه في هذه الجزئية مع بيان التحذير في هذا الباب الذي هو عليه من الضلال في انحراف عقيدته. نحن نوضح على ضوابط السلف حبيبي، وأنا أقول لك اسمع بذلك، اسمع واسمع أصول السلف، واسمع كما قلت الأصول الفارقة، واسمع كيف أننا يعني، لكن فارق أن تسقط الحكم على العين وأن تبدع القول أو الفعل، وفارق أن تسقطه على العين إلا بضوابط الشرع بالسلف. وأنت أنا أنصحك تأتي تتعلم يوم الاثنين، سنتكلم عن إنصاف السلف في معاملة المبتدع والمخالفين، إنصاف السلف، وهأتيك بجيوش أدلة مع أمثلة كثيرة من السلف ماذا كانوا يفعلون وكيف يبدعون أو يفسقون أو يكفرون بموجب الكفر أو الفسق أو البدعة.
فتتعلم ذلك وتكون منصفا دينا. فنحن نقمع البدعة على ضوابط أهل السنة لا على أهواء المغرضين في هذا الباب. أنا سألت وأنا أجبت حضرتك، هل أنا توقفت عن إجابتك؟ سألت ما سألت وأجبت حضرتك، ما علمت سألت به، وما كان منهجا بينته، وما كان جهلا مني أسكت، أقول أنا جاهل ما أستطيع، فقط بينت لك ذلك. رضي الله عنك أخي الكريم، وأحسن الله عليك، وجعلني وإياك من الصادقين المخلصين، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك إخلاص لوجه الله الكريم. أخي أنا أعلم نفسي وإياك، ما كان لله دام واتصل، وما كان الغير الله انقطع انفصل، وإن الله يكشف عن النوايا رب البرايا ويعطي عليها. ونسأل الله أن يجعلني وإياك من ناصرين السنة، ومن قامعين البدعة، ومن عاملين لدين الله جل في علاه. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. أرجو من المشرفين أن يضعوا كل الأسئلة بإجابتها على الصفحة، أرجو ذلك. الله يعلمنا وإياه، لعله فعل ذلك ليتعلم، إن كان صادقا فإن الله سيكتب له التوفيق، وإن كان يراوغ أو يريد شيئا آخر فيعني حسابه عند ربه. المسألة من نصر السنة عرف وأشهر الله وأشهره الله جل وعلا ناصرا للسنة، ومن كان مراوغا وله مآرب فإن الله يأخذ بالنوايا ويعطي عليها. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.